الحاجة تاني هي عيالي، ما هو عيالي ماشي، لأن يحط لك البرنامج اللي يرفع من شأنك. أما أنك أنت قدرت تستفيد منه ولا ما قدرت تستفيد منه، ده عليك أنت. هذه اللي هي موجودة في رقم 4. اللي يصلح شوف لحظة، هذه اللي تكلمتوا عليها الآن اللي هي رقم 4 يصلح. The organization is responsible، مسؤولا في البروفايدنج امبروفمنت اوبورتيونيتيز، يعني ضروري توفر فرص ايش؟ تحسين لحق المجموعه. بينما الانديفيدوالز ايش؟ از ار ريسبونسبل فور تيكينج ايش؟ ادفانتج اوف ذي. هذه مهمه جدا اللي هي ايش؟ انه المؤسسه مسؤول على ان ايش؟ على ان تؤهل الاشخاص. وايضا الاشخاص ايضا ايش؟ مسؤولين على انه يستفيدوا من البرامج اللي تقدمها لهم او تحسينها. اخر حاجه، since technologies and organizational forms evolve rapidly، لان التكنولوجيا تتطور بشكل ايش؟ سريع. organization must ايش؟ continually ايش؟ evolve their workforce practice، يعني دائما تستمر في تطوير ايش؟ تطوير حق المجموعة، لأنه التقنية الآن تتطور كل يوم، تلقي حاجة جديدة. إذا مسؤول الشركة على أن في كل مرحلة المفترض تعمل تؤهل حق القوى العاملة على ليش؟ على أشياء جديدة. Organization must continually evolve their workforce practice and develop new workforce ايش؟ معنى آخر أنه مثلا مرة تلقي ايش؟ تخصصات ايش؟ أو يعني إذا كان الأشخاص ما عندهمش مقدرات أو معينة، المفترض ان انا اهله بحيث انه يصبح عندهم تخصصات جديده. او معنى اخر انه ينتقل من مرحله الى مرحله ايش؟ الى مرحله جديده. او معنى اخر حتى ممكن ان انا استقلب ايش؟ تخصصات جديده للشركه بتستفيد من ايش؟ هذه الاشياء كلها موجوده في الفريم ورك. طبعا الفريم ورك مش انه والله هذه الاشياء، هذا فقط ايش؟ ملخص بسيط جدا لمين؟ للفريم ورك. يعني اذا كان واحد مثلا اشتغل الان بشركه، والشركه دي في بالنسبه لاداره الموارد البشريه عندها في تقنيه المعلومات والاشياء دي، او في تاهيل او البرامج المفترض ان تقوم في الشركه، يعني نحن ما نتكلمش عن انواع البرامج المفترض تؤهل او انواع الشركات، ولا نتكلم عن بشكل مفصل، لا اكيد 100% الفريم ورك بيكون داخله كل شيء. فانا شيء طبق الفريم ورك على شركه او طبقها المفترض ايش اعمل؟ حاجه ايش؟ احصل على الفريم ورك، وبعدين اقنع المؤسسه، انا كعامل داخل الشركه كعامل مؤثر، اقنع المؤسسه انهم يشتغلوا على هذا الفريم ورك. اذا اشتغلوا على هذا الفريم ورك بقول لهم انهم ممكن تنجحوا في اداره الموارد البشريه بشكل ايش؟ صحيح. طيب ايش عوامل النجاح حقنا؟ ايش يضمن لك ان احنا ما ننجح؟ ايش اقول لهم؟ الان الاسئله الان، انا بقول لكم انا في معي اطار عمل خاص بايش؟ باداره الموارد البشريه، اداره القوى العامله، المفترض انه نطبقوه على المؤسسه. بيقول لك طيب ايش اللي يضمن لنا انه حقق الاطار هذا اللي تتكلم عنه انه بيكون ناجح؟ ايش تغير لنا اشياء كثيره جدا داخل الشركه؟ كيف بتعيش؟ ايش اللي بيكون حقق الرد عندك كمقدم للفكره؟ كيف بس كيف بتعرض له الشركات اللي طبقت؟ لانه اطار عمل ممكن تعرض له الشركات، ممكن ثاني مره تقول لهم انت المؤسسه نفسها هذه تضمن لك ان ايش؟ بتضمن لك ان بتضمن لك المساعده ايضا ان في ايش؟ في نجاح حقك، في نجاح الخطوات او في نجاح عملك في هذا الفريم ورك. ثاني مره بقول انه في 30 او 40 مؤسسه موجوده في الدوله نفسها، بعد نلقي حاجه شيء تاكد تروح اعمل دراسه وتاكد انه اذا دائما انت كشخص ممكن تقدم الفكره وتجد في نجاح، اذا حصلت نجاح من قبل المؤسسه اكيد ايش؟ من بالمية بتعود عليك وتعود على مدى مرة على المؤسسة. يعني الفريم وركس كل اللي اخذني الان هذه، اذا واحد منكم مثلا يوم من الايام، رغم احنا كنا اكاديميين يعني، لكن اذا واحد يوم من الايام ممكن راح يشتغل حتى في مجال خاص، في مجال خاص، ممكن تشتغل في مجال اكاديمي مجال خاص، في مجال مثلا اشتغل في مجال خاص، هذه الفريم وركس كامل خذها في اعتبار براسك انه ممكن تطبقها على ايش؟ على الشركة اللي بتشتغل فيها وفقا للمجال اللي يقوم فيه ايش؟ اطار العمل. هل هو مثلا اطار عمل للرقابه؟ هل اطار عمل لاداره مشاريع؟ هل اطار عمل لتحسين القدرات البشريه؟ هل اطار عمل من تحسين اداره تقنيه المعلومات؟ تعطي لهم كافكار ممكن ثاني مره تحسن من عملك انت، وايضا حتى تحسن بعضها من الجانب الايش؟ الجانب المادي والجانب الايش؟ والجانب ثاني مره او المعيشي. لا مش جانب معيشي، حتى
العملي حتى للشركه. يعني انت حتى ممكن تكون انت شخص عادي من البدايه، لكن نتيجه وضعك او اعطائك لهذه الخطط واعطائك لهذه الافكار بترفعك داخل ليش داخل الشركه وداخل ليش داخل المؤسسه. اعتقد كافيه. نحاول المحاضره القادمه.